السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة، قناة حسونة أم جدوى. هذه كما شفتوا في الصورة أو العنوان، واش بصح ممكن أن الثلوج أو الحبة السوداء يعني تزيد رزق وتفيضه؟ لأن هذا موضوع لينا كنشوفوه بزاف في اليوتيوب وبزاف بزاف بزاف، وكاين حوايج كثر من هذا الشيء. واش هاد الثلوج غادي يفيض عليا رزق وغادي يزيدني؟ واش هادي معلومه صحيحه؟ واش الناس داروا بها وصدقات ليهم؟ خليكم معايا في طل اخر الفيديو وان شاء الله غادي نشوفوا الجواب. اول حاجه غادي نهضر فيها في حق هاد الثلوج، الثلوج هنايا في ايطاليا كناخذو تقريبا 300 ريال. فعلا هو غزال ودواء، الرسول عليه الصلاه والسلام قال فيه بانه شفاء من كل داء الا السم، باش نكونوا متفقين. يعني هو عنده ما يتقال فيه، ماشي زعما راه ما كيدير حتى شي حاجه. يعني كيصلاح اولا بخور، يعني كتبخروا والنوافذ يكونوا محلولين. ان شاء الله غنتقاسم معكم هادشي كامل. كيطرد الشياطين من الدار. ثاني حاجه ممكن انك تاكلو كما هكا، يعني ثلاثة ديال الصبعان كيتهز بهم هذا الحجم هذا تقريبا. أو أنا عندك ميزان، تيقولوا بعض العلماء أنه مثلا واحد الجرام كتكال وكيتمضغ والفم مسدود، لأن فيه واحد المواد اللي قاصحين. المهم اللي مجربوه في الأكل هكا غادي يعرف، يعني قاصح شي شوية. هو هذا هو هذا هذا هما الاستعمالات ديال السانور. اما انني ندير سانوج وغادي يفيد لي رزق وداكشي، فهادشي كله غير بدع، كله بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اي حاجة حنا يعني الناس كيخترعوها راه ما جاتش. ايه انا متفقة، كاين بزاف ديال المسائل كيجيبوا الرزق، والمشكلة اننا كنخليو هاد المسائل اللي هي صحيحة وكنمشيو لمسائل اخرى. واحد كان جالس بينه وبين راسو غادي ندير فيديو يجيب لي مشاهدات، غادي ندير هاد الحاجة مع تقريبا الناس كاملين، حتى واحد فينا ومني انا، كلنا علاش كنجريو، علاش كنقراو، علاش كنقلبو، علاش باش نجيبو رزق. يعني كنجيو الرزق راه ماشي محدود غير في الفلوس، ولكن حنايا تفكيرنا انه غير ماديات، يعني غير فلوس. كان راه المال ضروري خاصو يكون في الحياه ضروري، ولكن اللي خاصنا نعرفو ان هذا المال يكون حلال، يعني خالي من الشبهات، خالي من البدع، خالي من بزاف ديال الحوايج. غادي نطرقوا لهاد المسائل حاجه حاجه باش الفيديو ما يجيش طويل. اول حاجه، اذا بغيت انا مثلا البركه، راه البركه اهم حاجه، ماشي الفلوس العدد ديالهم، البركه. هاد البركه هادي فاش كتلمسها؟ كاين مثلا موظف كياخذ مثلا اكثر من 10000 درهم، مثلا موظف كيخدم مزيان، او مثلا مهندس او طبيبه. ما كنهضروش على ذوي الدخل المحدود، كنهضروا على ناس كتربح تبارك الله، وبعض المرات ما كتبانش فيهم لان البركه ما كتكونش. وكاين سبحان الله كتلقاه موظف صغير وكياخذ واحد الاجر اللي هو بسيط، ولكن سبحان الله كيطرح ليه الله فيه البركه، وكتلقاه كيدير بزاف د الحوايج ما شاء الله. كدوز واحد المده كتلقاه شرا دار. هاد المسائل كلها راه البركه اللي كتوقف فيه. وعكس البركه هي المحق. المحق انا كنسمعها بزاف، كيقول لك انا لا كندير حتى شي حاجه، كيجيوني انا خدام، مرتي خدامه، ولكن عندنا المحق في المال ديالنا. يعني ما كنستافدوا منه حتى شي حاجه، واكلين شاربين ناعسين وصافي. يعني ما كنخزنوش منه، ما كنحسوش به اننا مثلا درنا شي حاجه من غير داكشي اللي ضروري. اول حاجه كما كنقول لكم دائما ودائما، انا هذه ديما تنقولها لراسي وتنقولها مثلا للناس اللي الصلاه صلة وصل بالله سبحانه وتعالى. الصلاة الواحد ما يخليهاش، واخا في الاول يكون كيصلي ويقطع ويصلي، هذيك هي الصلاة اللي بينك وبين الله. ما يعني ما كاينش شي حاجة أخرى اللي زعما سبحان الله قد صلاة. الصلاة تصليها، تصلي الصلوات ديالك وتدعي الله سبحانه وتعالى أنه يخليك مواظب عليها. هذا هو الطريق، يعني هذا هو الطريق الصحيح. راه الدنيا فيها بزاف ديال الطرقان، بغيتي الطرق صحيحه غادي تعرفها، بغيتي الطرق الخايبه غادي تعرفها. ما يقولش ليا شي حد الله انا ما كنعرفش ولا ما كنعرفش، لا،
كاين بزاف ديال الحوايج موجودين في الانترنت اللي ما تلقاهمش في كتبه يعني الانترنت، ولكن خاصني نعرف ونعزل شنو اللي صحيح. كما قلت لكم الصلاه، قراءه القران، والله ثم والله ان القران يعني واحد الراحه، هادشي ملي كتقراه وكيكون عندك في الدار، وخصوصا اللي كترتلو يعني الترتيل، كتمعن في القران يعني سبحان الله، القلب ديالك كيرتاح، انت كترتاح، القران فيه البركه، غير قراه فيه البركه. كاين الدعاء، تدعي الله سبحانه وتعالى باش يفرج عليك، وماشي غير ندعي ونبقى جالس نتسنى، خصني نتوكل على الله. اخرين بحال مثلا الصدقه، الصدقه مهمه بزاف، الصدقه راه ملي كتصدق بحال كتخبي عند الله سبحانه وتعالى، ومن يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له. هذه ديما خليها في بالك، بقى تعاودها، انك ملي كتعطي درهم بحال عطيتيها الله غيخبيها لك، وغادي تلقى راسك كتدخل اكثر من داكشي اللي كتخرج، لان كاين ناس بزاف تيخافوا تيقول لك الصدقه كتنقص لي، ولا ما كتنقصش الصدقه، بالعكس الصدقه كتزيد ليك، حتى هي من ضمن الحوايج اللي كيزيدوا وكيزيدك الله بها في الرزق ديالك. وما نخافوش، دائما الله موجود، وتكون ثقتك في الله كبيره، ثقه بالله وحسن الظن به، الله غيعطيني، كن اكيد ان الله غادي يعطيك، غير تسنى، بقى غير في الصبر، ما تهش الهم زعما وقتاش غيجي ولا صافي، دعيتي الله، الله ما تخيب حتى شي حد، يعني هذا هو اللي خاصو يكون، الايمان ديالك يكون كبير، وحسن الظن ديالك يكون كبير، وخوفك من الله يكون كبير، ولكن ماشي ما غاديش يعطيك، لا، نخاف من المعاصي اللي كتخلي داك الشيء يتحبس عليا. هذا هو بصراحه مهمه، هي كتحبس هي الرزق. كاين المسائل بيني وبين نفسي والله كيسمح لي، وكاين المسائل بيني وبين الناس، هادو تهما ذنوب، حاولوا تبعدوا قدر الامكان على اننا ناديو الناس، كل ما كتادي الناس كطيح في شي واحد كيأديك، فما كتادي الناس كدير شي حاجه ما كتصدقش ليك، يعني لان كما تنقولوا حنا كتدور عليك. نصلحوا هذا القلب، هذا القلب الا كان بيض ونقي راه ساهل انك تنقيه وتخليه بيض، ما يغرقش الشيطان. حاول ان مثلا ما نشوفش الناس في واحد عندهم واحد مثلا عندهم دار مزيانه وطوموبيل زوينه واخر موديل وتبارك الله كيلبسوا الحوايج وداكشي نحسدهم، لا، نحاول ان نستغفر الله، وهذاك هذاك هذاك رزق عطاهم الله، حتى انا راه غيعطيني الله، راه الله خلقني باش يعطيني، راه ما خلقنيش باش يعذبني. هادو راه مسائل كلهم نجلس انا مع راسي، ما نبقاش نخلي اي واحد يضحك عليا، لا هذه راه تدير وهذه كتزيد في الرزق وهذه كتخليك غني وهذه، لا انا عارف شنو تندير، انا ما غادي نخلي حتى شي حد يتفلى عليا، عندي هذا القلب، هذا هو اللي الله ربي كيشوفه غادي يخليني بيه نشوف الطريق. صلح راسك، اغسل راسك من الذنوب، اغسل راسك من استغفر، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، صلي، شوف الطريق، كما كنقول دائما نشوف الطريق اللي غادي تنفعني. الناس اللي تيحسدوا تيتعذبوا، راه كيعذب راسو وكيعذب حتى الناس. نحاولوا، قول غير ما شاء الله، لا قوه الا بالله، وغادي تحبسوا، اللهم يبقى عندك او تادي الناس وتاخذ به الذنوب. كما قلت لكم الحسد، نحاول نغسل راسي منه باش نرتاح، القلب ديالي الا غسلت منه الحسد غادي يرتاح، ما غاديش نادي الناس، والله غيعطيني. الا بقى عندي الحسد، لا، انا ممرض راسي وغادي نمرض الناس، وما استفدت، ما خليت الناس يستافدوا، هذا حتى هو مرض، ردوا ليه البال، راه الحسد. كنتمنى ان شاء الله ان الرساله تكون وصلت. انا بالنسبه لي هاد المسائل ديال الفلوس وتحط فيهم هادشي خزعبلات، يعني بدع ما عندهم حتى شي اساس من الصحه. كما قلنا في الفيديو، اللي بغى الطريق الصحيحه راه باينه، ما غاديش نضحكوا على ريوسنا، الطريق الصحيحه باينه، واخا كيوهمك الشيطان انها صعيبه، فما صعيبهش، بالعكس كن مع الله، الله غادي يكون معك.
فقط هذا الشيء اللي كاين. كنت مع حسونه ام جدوى هادي. اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك، لايك 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 لايك، وان شاء الله نتسناو التعليق ديالكم كما كانت. شكرا لكم بزاف، وتهلاو لي في راسكم. الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.